شاعر شعبي، شاعر الذي جعل من موهبته الشعرية رسالة لمحاربة الاضطهاد والحرمان. كرس حياته الشعرية خدمة لقضيته الحقة، ما ركب منصة إلا وبدأها بالوطن وأنهاها بالوطن. لقد فقدت الكلمات والأوزان فارسا مقداما في تنظيمها. أينما تجده تجد الفن والأدب والحماس والوطن. فحقا الساحة الأدبية الأحوازية فغدت أحد فحولها الشباب. كان فنان من طراز الأول، حيث يجيد نظم القصيدة والأبوذية والهوسة بمهارة خارقة. له أسلوب في الأداء يجعل المتلقي يذوب بين القصيدة والأبوذية أو الهوسة، إلا وهو الشهيد المغدور ستار جبار أبو سرور. ودي أشتم عطر دايم من هواه، ودي أشتم عطر دايم من هواه، وقلب ما لومن أبدا. الراد ينشدن حبيبك من هو، أنا محبوبي محبوبي محبوب وطن، ما هي فتاة. هات يا قلب من الحسبات، هات يا قلب من الحسبات. كل قلب يهوى ويحب والحب حلال، كل قلب يهوى ويحب والحب حلال. اصلا الحب ماكو دين محرمه، وفرق ماكو بين هذا ولا هذاك، الناس تقدر كلها تصبح مغرمه، بس شرط يكون الاحد صادق يكون، يعني سر على المحب لا يكتمل ولا يلف ويدور ويحب مرتين، ولا يروح بشور ناس المجرمه، ولا يقول الحب له لا يقول، والحكي يظن بالصحيح يترجمه، ويوصف الحب كعبة ووسط الضمير ونجمة تلا معوفة بسابع سمك. ستار صياحي. من هو ستار صياحي؟ أحد شعراء الشعبيين في الأحواز، من مواليد 1975 الميلادي، يسكن في مدينة الأحواز العاصمة في حي مشعلي. شاب من شباب عرب الأحواز، شاب له موهبة شعرية قنية، شاب يحب التحدي يعشق السلام، شاب الذي هددوه بالقتل ولكن لم يسكت، شاب الذي كبقية الشباب يعشق الوطن ويموت للوطن ومات للوطن. اعتقل عدة مرات، وكل مرة بقى فيها 3 أو 4 شهور في زنزانات الاحتلال. أتذكر حينما نعى الشهيد مهدي الحيدري وتم مهاجمة تلك حفل العزاء، فكان من المحتقلين الشهيد المغدور ستار صياحي. وأيضا عدة مرات هاتفيا طلبوه لمقر المخابرات الإيرانية في حي الأمنية من خلال الهاتف، وهددوه بالموت
ولكن ولم يسكت ولم سكت ستار. عيب كل شيء انشردري وعيب كل شيء انطلب، يا سليم القلب قل لي منين اجيب لك قلب، العدو ما يتخاوى قتلك واللي يخاوين غلب، هي شلون اما انت وخاويتك.